من القلب جديتو مخي لقيتو في الغربة لقيتو في الحومة لقيتو في العيلة جديتو جمهور لقيتو جديتو لما تعيش صعبة رخلة يا بابا لما العيلة في الصالة وربي يصير مختارة لما تعيش صعبة مرحبا سيدة المشاهدين آخر حلقة جديتو بل شهر الفضيل إن شاء الله رمضانكم مبروك بالمسابقة يحضر معنا كالعادة زياد المكي فرحان برشا يحضر معنا العملاق فتحي بسلماني لأول مرة في بلاتو جي دي تي زميلتي الكرونيكوز سابقا معايا وفرحان نستقبل نجلة التونسية عزيزتنا وعزيزة على قلوبنا بايا الزردي يا فلان يا داعر صحيت يحضر معانا نبيل كلام المشاكس بامتياز رقم واحد وسيم يقالو ما ننساش نسلم على نوتخ دي جي عزيز غزواني عسامة عزيز مرحبا مرحبا بيبليك صح شريبتكم قول ان شاء الله الحلقه القادمه من جودي تو يا اما تكون الحلقه الجايه من جودي تو سبيسيال رمضان كان رمضان نهار الاثنين نكونوا في اول حلقه معاكم ان شاء الله باذن الله من نهار الاثنين كان رمضان يكون نهار الثلاث نكون نهار الخميس في اول حلقات الشهر الفضيل فرحان برشا اليوم انه يحضر معنا لو غران فتحي مسلماني مرحبا هكا فيراجات فيراجات جيل طرحتيني والله صدقني سي فتحي تو فهمت علاش ما تحبش تجي البرامج نتاعي من هذوكم من هذوكم الزوز والله انا شك فيهم من هذوكم الزوز نجله لله مرحبا ما تقابلناش منا والله انا عندي ليك سؤال نجله والله عاد انا ما خلصتش انت خلصت انا والله خلصت طوني والله ما عرفتش كيفاش نعمل انا كاني سنت نجله معناتها مو راني انا عرفت كيفاش باش يموت تفضل لا والله فرحان برشا اليوم بلاتو منور بسي فتحي وشايلاه سيدي الاخضر نجله محلاه وكل ولايه برشا ما تقابلتش معاه انا نجله اللي باساج نتاعي نظر الضيوف في عينيها ما داش واسيناك لا نظر في العينين يز يا ميكا اختنا نجله ربي يبارك لها وربي يكثر منك صحيح تكل اصلا تشتا ماشي ماشي عايش ولدي ضربه ساعه ساعه لا في مقام عايش ولدي عايش بابا ديما في العينين بيوتا رمضان ان شاء الله الجمعه الجايه الحمد لله ان شاء الله ربي يوصلنا رمضان سلامات وان شاء الله نحب ربي يرحم الامهات والاباء اللي توفوا اللي مش موجودين في الشهر الفضيل هذا اي وندعي لهم بالرحمه في الشهر الفضيل وربي يفضل الحيين رمضان استثنائي السنه في ظرف الكورونا تبعت شويه باش نرجع نحكيو على الكورونا اسكو صحيح اليوم انه بالمعارف نجم تلقح الإجابة في جودي تو تلقاوها اليوم مشينا عملنا فيتير سبيسيال دونك اليوم نعطيكم الإجابة الكاملة هل صحيح أنه بالمعارف تلقح ولا كي تبعت صديقنا طيب بتعرفوا الأعمال اللي عملهم تبارك الله على امتداد مواسم فإنه الإجابة صحيحة تكون مع صديقنا طيب شوية أخرى أما قبل الساعة كي يقول رمضان يقول شعبان يقول شوال يقول أي فوالا أي أما اسكو التوانسة يعرفوهم ولا لا؟ أكيد لا الإجابة مع أخونا سلايم تو تسويت عسلامة ومرحبا بكم هبطنا اليوم للشارع التونسي سألنا المواطنين قلنا لهم يسميونا 4 أشهر هجرية كيفاش كانت الحكاية تبعونا كان نقول لك سمي لي 4 أشهر هجرية راس السنة الهجرية ولا معلومة المعلومة هذيا غايبة عليا غايبة عليا أعطيني شهر هجري والله غايبة عليا هاي رجالة نجهل الأمر هذا الهجرة الأمر نجهل الأمر تجهل الأمر شهر هجري مش لازم 4 سمي لي شهر هجري بي تعرفش الشهر اللي يجي قبل رمضان شنو مو شهر عاشورة كاكي معناه لازم كي ندخل رمضان نبدأ مكحلين عينينا 4 أشهر هجرية قبل الميلاد كفاية كفاية أربع أشهر هجرية جان في فيفري مارس أبريل تزيد معاهم أنت جويل ياقوت وتسكر شطر فما كانون الأول كانون الثاني كانون الثالث كانون مانيش حافظهم مرتبين الأخير تموت على المشوي أنت تو برج مارسي فما باربيكيو برا تو كلمة هز لفحم ما تنساش كانونك كانون الأول كانون الثاني كانون الثالث
كان نطلب منك تسمي لي أربع أشهر هجرية يا سيدي. صفر، شوال، رمضان، شعبان. أربع أشهر هجرية، شعبان ورمضان و كهو. نهر كان هذو مزوز. هذو مزوز يزي. يزي. هكا هو هابي أور 50% عاملين زوز أشهر ويزي. حاج، كان نقول لك سمي لي أربع أشهر هجرية حاج. هذو ما سؤالات والله ما نكذبش عليكم. ما عندكش معاهم ها؟ أربعة؟ ما فهمني بالضبط. أنا باش قاعد معك واحد ثمانية سنة أنا. شي ما عادش حاج، ايه؟ حاج مادامك بجريدتك أعطيني على راسي علاش؟ أربعة أشهر رجع البافيت بكشي تلقاها، رجع البافيت بكشي تلقاها الريبونس. أربعة أشهر يعطيك الصحة. والله ما عنديش معهم. ما عندكش مع الأشهر الهجرية؟ مع شنو عندك؟ شنو مع الأشهر اللي عندك معهم؟ ما نعطيكش بهم لا. باهي نطيح لك يا سيدي، مش لازم أربعة، هي ثلاثة، باهي زوز، باهي يعطيني شهر، شهر هجري، شهر. شهر الهجري. شهر واحد. والله ما عنديش فكرة. شنو هو الشهر اللي يجي بعد رمضان؟ شوال. واللي قبل رمضان؟ شعبان. أغسطس، يونيو، نوفمبر. هجري. هجري. والله. نعرفش ولا ما نعرفش. يا ربي وانت يا ربي. الشهر اللي يجي بعد رمضان شنو؟ بعد رمضان رجب. واحد رجب هو العيد الصغير معناه نورمالمون. ان شاء الله ان شاء الله عيدك مبروك. عايش عايش كل عام بخير. كل واحد رجب وانت حي بألف خير. عايش كل عام يبارك لك. عيدك مبروك. عيدك مبروك. أربع أشهر هجرية اللي هم جويلية وجوان وفيفي. يز هيك حاج. ها؟ حاج كيكا. شنو هو الشهر الهجري اللي يجي قبل رمضان؟ شعبان. والشهر اللي يجي بعد رمضان؟ شعبان رجب. يز معناه بعد رمضان يدخل رجب. واحد رجب يجي العيد الصغير. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير من تو. ان شاء الله عيدكم مبروك سيدي. كانوا فرد المرة الأخ سلام عمل رصد هلال العيد من تو. احنا صرفنا صرفنا معناتها اي من رصد الهلال. هم اللي حطوا أغنية فوابي يعرف والله يقعد يعاود. يا سيدي يبي الفايدة. ان شاء الله رمضان مبروك، ان شاء الله رمضان بالخير، وان شاء الله رمضان بالربح لكم انتوما السادة المشاهدين، وان شاء الله رمضان استثنائي، وان شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير. محلاه دعا الخير هكا في شهر الفضيل. واللي يقول رمضان يقول حسنات قبل كل شيء، يقول شقا فطر، ويقول سحور زاده. جوستومون نحكيو على سحور توت سويت مع ياغورت ديليز دانون. سر بلندي الدنيا ما عادش تدور باش لحظة البنة تزيد الدوم. بلندي دو ديليز دانون تكستور كريموز بنة الغلة ومنفعة السيريال. حل بنين صحي وبراتيك. خلي نهارك بلندي. يقول رمضان، يقول بنة رمضان، يقول الشهاوي متاع رمضان، يقول يبدا واحد يتشهى من قبل شقان الفطر. من توا فما عباد تبدا تتشهى، دونك هذاك علاش واحد يحضر روحه. شقان الفطر مهم، لكن زاد السحور حاجه مهمه ياسر. دونك السحور نحضروا له على بكري، والسحور يلزم حاجه بنينه خفيفه تشبع. معناتها كيفاش نجموا نلقاو ان كومبرومي ما بينات هذوما الكل؟ ونعرف تبارك الله لي كونيكور معناتها الحق تاع ربي نتاعنا ياسر يتشهاو في رمضان. ياسر الحق تاع ربي يموتوا على الشهاوي. قلت خلينا اليوم نطلع مثلا السحور. شنو السحور المثالي بالنسبه ليكم بيوتا مثلا؟ انا يلزم بنينه برشا وتقنعني. حاجه بنينه وتقنع. باهي سي فتحي، شنو السحور المثالي بالنسبه ليك؟ حاجه خفيفه وكما قالت قنا على تنجم تصبرك حتى الشقة فتره تاع غدوه. دونك ما يلزمش يرزنها واحد شويه، خاصه اللي قال نعرف بالحق تاع ربي ما يرتيش. مع السحور ما يرحمش. لا بلا لا لا بلا. فما كلمه معناها تقال تاع عند صفاتها وعند الاخت بيا بتقنع، معناها فماش ثلاثه معاد يختلفوا عليها هذه. قنع فيها انا نحبها معناها تقنع وما تقلقش. وي حاجه ما تقلق. تقنع وتقلق. انا نحب تقنع وما تقلقش خويا. ما تقلقش باهي حاجه دينا قاعدين نقدموا بالكدا. باهي اي زياد. والله يا خويا امين ساعة انا ما نحبش حاجه معناتها نتاع واحد حوسه في الكوجينه، وكل نحب حاجه خفيفه، حاجه بنينه وتعطيك انرجي الغدوه. معناتها خفيفه وفي ساعه تتحضر وتشبع.
وتقنع وما طريش رزينة ويحبوها نسكل ويحبوها نسكل باه هاي أخ كلاب يمين أنا نحب ما يقلقنيش الرزان الحكاية ذو ما كل أنا مشكلتي نحب نلقى حل باش ندخل السيريال في الغلة هكا مع بعضهم هكا وناكلهم هذه مشكلتي السيريال والغلة السيريال والغلة هكا نخلطهم مع بعضهم هكا وناكلهم ها زعما صعيبه تعرف السيريال راهي حاجه مهمه برشا اكبر سوس نتاع بروتيين موجوده البروتيين راهو يعطي احساس بالشبع بالنسبه للمواطن دونك كي تاخذ راك بروتيين يجيك الاحساس اللي انت شبعان دونك هذاك علاش مهم برشا السيريال يعطيك الصحه ولي سكر اللي موجودين في الغلة حاجه تنفع على الاخر ومع برودوي ليتيي يولي وقتها بصراحة العز نشوفوا خونا سلاية مخرج للشارع يسأل في تونس على سحورهم المفضل وراجعين عسلامة ومرحبا بي ساك إيزوتيرم هذايا فيه يغرق فيه بلندي باش هاكا تقرا حسابك لرمضان السنة نجم تتصحى هاكا يغرق بلندي في رمضان اخويا ميرسي بوكو ميرسي ديليس نحيك الوحدة وشوف هاي هاي ميرسي هاكا هذاك فيه يغرق بلندي ميرسي اما فريمون بنا بنا ان ديليس صحة يعطيكم الصحة عايشك ميرسي يعطيهم الصحة بلندي دو ديليس دانون اللي خموا فيكم وعطاوكم أبن سحور تنجموا تلقاوه وتنجموا تتصحروه فيه البنة نتاع والمنفع نتاع لي سيريال والياغورت والفخوي مع بعضهم يعطيو حاجة مزيانة على الأخر وحاجة بنينة برشا كلها منافع وكلها بنة ما توفر في زوز زوز انواع خليكم تذوقوا ساعه واعطيني رايكم ساعه في الباكجينغ قلنا هذه حلو معناتها اي حل حل حاجه باش الوهره في المغرفه براس والدي يعني خويا كيلو يدلوكم خويا جماعه نتاع بلندي يدلوكم على الاخر شو الحاجه الباهيه انه البو فيه 120 غرام دونك يقبل رسمي يقنع وبنين على الاخر وحاجه في السحور تكون كافيه وممتازه برشا موجود في زوز انواع اللي هما فما بالدات وفرامبواز والسيريال وفما بريكوسيك والسيريال دونك حاجه ممتازه وبنينه على الاخر باهي طبعا عليكم تور دو تابل فيت في بيان في هاي كيفاش تصور لي سحورك سي زياد والله حاجه تعمل انا هو اللي خذيته انت ساعه بلندي سيريال ولا بريكوسيك هذا هاي سيريال وبريكوسيك باهي اخ كلاب دقلة وتوت سيريال وغلة مع بعض جوك دقلة يا كلية به الأخ ميغالو دقلة وتوت أنا سيزون الأربع بعضهم بتكلم سيريال وأبريكو وسيك هاي به بنا ما صارتش والله أنا ممزوج بالحبوب والغلال الله الله بالحبوب والغلال باي شنو رايك؟ ياسر بني دونك فيه دات والفرامبواز سيريال الله الله اون بليس معاهم الحليب دونك حاجه 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 بنينه على الاخر نتمنى لكم يا ربي ان شاء الله تفرجوا جماعه من تو بداوا يتصحروا اغزر اغزر النتيجه اول ديكونيكور تلقاهم يتصحروا معناتها قبل رمضان الحمد لله هذه البنه نتاع بلندي اخويا اقراوا حسابكم خليوا لي من تو كعبات نتاع السحور نتاع سهريه وسحور هذه فوالا باش كي يجي شهر الفضيل ان شاء الله يكون السحور نتاعكم مع بلندي ديليس دانون يعطيهم الصحه خموا فيكم في السحور نتاعكم سحوركم بلندي رمضان السنه معايا غير ديليس دانون سر بلندي الدنيا ما عادش تدور باش لحظة البنة تزيد الدوم بلندي دو ديليس دانون تكستور كريموز بنة الغلة ومنفعة السيريال حل بنين صحي وبراتيك خلي نهارك بلندي
الموعد الأسبوعي مهم برشا ناخذوا أفكار الأخت نجلة وناخذوا أفكار سي فتحي معنا اليوم وبالمؤشبيكة أخنا تشبيكة زياد من جنة لا لا بربي خليوني نثبت ينشط على روحك وخليني مع نجلة ما أخويا نخدم على روحك ليش معناها ثبت لا والله تو نحكي لك من بعد ما تحكيش شنو ثبت شنو منطقة سمك يا خلي يا ودي نشطوا شيمكوا حسيتوني اللي عملوا اللي عم فيه زياد قول لي توب ولا فلوب نجلة فلوب بيان سور سي فتح اللي عم فيه زياد توب ولا فلوب؟ لا فلوب دون سويت توب ان فلوب باهي توب ان فلوب الفيديو الاولى من فكره سامي برنامج يتعدى نهار السبت مع صديقنا هادي زعين الفيديو الاولى هي الفيديو نتاع نوال غشام هذايا انا وقت اللي قلت باش نتزوج او عندي قصه حب باش نعرس قريب تونس تقلبت ميخي توا في عمرها باش تقوم تعرس مره اخرى تو ما تحشمش على روحها ما تحشمش على روحي اش عملت انا غمض عينيك انت وحط روحك في بلاستي قول انا عمري في اخر الاربعينات ولكن انا ترملت عمري تقريب 43 سنه و 44 سنه مراه عمرها 44 سنه تترمل ومعها صغير ما عنديش الحق باش تعاود حياتها ما عنديش الحق باش تعاود تلقى شكون اللي يقف سند ورا ظهرها لا الناس تسبك الزواج على سنة الله ورسوله أصبح عيب توب ولا فلوب يا جماعة أعطيونا أرأكم توب ولا فلوب أي بيان سور فكرة اللي قالته توب ولا فلوب به سي فتحي فلوب فلوب في حاجة برك قالتها تونس كاملة تقلبت ما نصورش تونس كاملة تقلب على خدنا والغشام تعب تعاود حياتها لا ممكن عائلة زوز عائلات يتقلبوا أما تونس كاملة ما تقلبش ما صح أما ناحية أخرى زادها عند الحق باش تعاود حياتها هي حرة هي تكلمت هكا خاطر لاحظت أنه فما حملة من التنمر كبير عليها شبه بصحتها شبه توا باش تعاود تعرس معناتها ما نعرفش معناتها تحس التوانسة ساعات يدخلوا في برشا حاجات ما تهمش هذا هو معناها وهو في حد ذاته حاجة ما تهمش حتى واحدة هذي راهو تما كان هي فهمتني حياتها الخاصة وتما كان هي واضح باهي الحقيقة هذاك هو مجتمعنا ديما ما يرحمش المرأة كان طلقت علاش طلقت كان أرملة لازمك تقعد ما غير راجل كان عارست علاش تعارس كل شيء مسموح للراجل مع الأسف إلا المرأة اليوم ما تتصور اللي كان في بلاستنا والغشام جاء راجل قاعد وقال أنا باش نعاود حياتي راه كلهم زغرتوا له وراه مبروك عليك وربي معاك ويدعوا له بالخير أما مرأة اللي شنو هو الزواج فيه كيفاش تراو فيه وراه شنو هو الزواج زواج هو ونيس هو راجل هو صديق هو أخو هو أبو الراجل ذاك باش تعيشوا مع بعضكم معناتها أنت ضد الفكرة معناتها نتاع العباد اللي تنبر معناتها على عرس ما يحشموش الناس ما تحشمش وما تجعرش أنت وقت إن شاء الله ربي سهل به إن شاء الله قريب إن شاء الله خص عارو لا عودة عودة والله حتى وكان ونيس تنعرف شنو قديمة كلها مش نعرف شنو من بازمتي هذاك جمناه سيفتح عنده الحق ما يحبش يجيب الجمهور لأولادي زغرطوا أنا نعرس وكا راجلي زغرت اللهم صلي على النبي يا فرحة تمك بيك لا 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 زياد لا أنا معاك كل واحد حر في روحه صحيح مش يخطب يقول له بوت إن شاء الله ربي زين سعدك خويا هاي ميغال ويعطينا رايك ساعة في الله طب نوال اخبار من نوال اما هذا طب عم جي مش يخطب هذا وقاعد مصدر قدام بو الطفله اش تعمل داخل نزغرت في الحوار تقول له هي من طب الكلام اللي قالته قبل نترحموا عليه رجل الله يرحمه الله يوفقه مسيك صغير عندها الحق راهو المراه ما تنجمش راهو عند سورتو عندها صغير مش تقول لي تو حتى احنا مثلا عندنا حاجه في تونس ولا بالحق تقدر مراه راجلها متوفي تقول مسيكنا ب 10 رجال هذيك عانات ما تقدرش تنجمش روحها مع طفل سامحني زياده ما نتلاهي مع نجله خلينا نكمل كلامي بالحق معناها تتعب انا معاها وان شاء الله تلقى ولد الحلال يقف معاها ويحسب الطفل هذاك كيما ولد ويكبر وتكبر هي زيد حاجه اخرى سامحني لو عمرها يسمح لها باش تعاود حياتها بالطبيعه الحب ما عندوش عمر ما العكس الرجال مشكلته عمرها يسمح لها الرجل في كل عمر اما المراه مش في كل عمر عمرها يسمح لها اي عمر يسمح لها باش تعرس والله 23 سنه وزاد لازم يسمح
يقولوا العبيد مثلا كيما نوال غشام 44 سنه تقول لك نعاود حياتي، هي مش تعاود حياتها، انا في رايي باش تكمل حياتها، هي عايشه افطر معنا الافطر. ولي سامحني بربي، حاجه اخرى نحب نقول، كونها هي عندها ولدها ربي يفضله لها، العبيد ما تحسش كونها في رمضان كما كنت تحكي انت وحدها هي ولدها، في موسم في عيد، انا شيء هذا نحسه، خاطر انا زاد عندي بنتي، معناها ما فماش علاش تقول لك علاش باش تعرس، علاش باش تعاود تعرس، حتى الوليد زاد كيف كيف يبدا يشوف البو اللي هو موجود حتى يخاف من امه، ديما كوميم الوليد كي ربيه راجل في الدار خير من المراه. اكيد انت حسيت باللي تحس فيها؟ بيان سور حسيت انا. علاش ما عاودش حياتك؟ ان شاء الله كي نلقى الراجل، انا ما عاودش حياتي مش ضد هذا، كي نلقى الراجل اللي بنتي قبلي انا، معناها يقبل بنتي ويحبها كبنته قبلي انا، هذا علاش؟ مش ضد معناها. برافو والله قاعد قاعد معناتها انا نعرفها نجله، معناتها انتم باش تكتشفوا الليله نجله اخرى ما عرفتوا باش هذا نجله تاع الليله حاجه معناتها اعجوبه به اخ كليب. انا توب الكلام نحب نحكي مع طول انا اللي سب قلت لك اجا خذني يا فاشل يا فاشل يا فاشل، هذوما الفشل اللي يسبوا سيرتو فيسبوك سير هذا ما يكون كان فيسبوك ولا لينكدين، انت كان تمشي تاخذ قناه وتشكي بك عن نفقه، قسما بالله العظيم لم يشكي بك عن نفقه زيد هكا هو تو زيد والله يا انا خاطر سي فتحي يمكن ما راش تعليق تعليق خايبه برشا على الفيسبوك، انا شو نقول باقي الحمد لله ربي هو اللي حاسب مش العباد، خاطر الحق معناتها انت كي ترى عباد على الفيسبوك يسبوا لها في امها وابوها ما تنجم توصفهم سمحت السيده المشاهدين كان بشلاكه، معناتها شلاكه مقطعه زاده مش شلاكه مدخمة، عرفت شلاكه اللي تقطع لك السيف هذيك، معناتها حاله حليله ربي يصبرها ويصبر ولدها اللي يقرا التعليق هذوك بالحق بين ام بو اللي تحب حاجه يعني حاجه مرفوضه يعني. من الغرائب اللي عندنا تحصل في البطوله الوطنيه يا سي فتحي انولينا نعرف نتائج المباريات قبل ان تلعب، مش مصدقني حتى الحكم يبدا يعرف نتيجه المباراه قبل ما تلعب، هذا الفيديو لصديقنا معز بن غربي. انا هبط دقيقه 77 سجل هدف السيال دقيقه 95 قفت بحذي الاربيط قلت له عطيتنا بيلانتي معناها خليتنا نلعب وسافر فوتير بالحرف الواحد، قال لي تي الماتش ملعوب 3-1 يا اخي انت ما في بالكش هكا، قال لك انت ما في بالكش راهو اللي تقول فيه يا ايهاب اختير وهذا راك تشهد به اي سي معز، ومعناها وكان يحبوا معناها يرجعوا حتى الاتصال نتاعو في وسط المباراه وعنده اتصال مع المساعدين ينجموا يسمعوا معناها يتعاود يحصل في البطوله الوطنيه لاعب شبيبه القيروان في تصريح ليه مع صديقنا معز بن غربيه، قال الاربيتر قال له يا اخي الماتش ما بشوفه 3-1 بكم تزربوا تحبوا تمركيو، معناتها ماتش بشوفه 3-1 مستغرب، قال اخي ما في بالكش انت معناتها كنا في بالك الوحيد هذا اللاعب الاعلامي الوحيد في بالك معناتها ابارمون كان اللاعب هذا ما فيهوش الاخرين كل معاش كان الاربيتر في باله بشوفه 3-1 باه زيد توب يا ودي اذا كلام الملاعب صحيح تحيه للاربيتر مرتشي عارف روحه ما خانش الامانه الفلو معناتها فاسد عنده بلاك اللي هو فاسد ما كرش قالوا 3-1 زايد تعب روحك خاف عليه الجوال يمشي يمشيش تصير له بلاك معناتها هذا الفساد يمشي على الساقي وما عنده مشكله مع حد وان شاء الله بالمال معناتها نتصوروا تو قفد رمضان راهو الاولاد وكل صغير بالمال الحلال اللهم صل على النبي كليب وبعض نجله اي كليب فلوب للسيد مسك اللي يتكلم قال راني الاربيتر قال لي يا اخي انا قلت انا نقول له معناها ستر عليك رب باش يبدلوا لك الليسونس باش تولي تلعب هوند باذن الله من هنا للعام الجاي هذا شنو اللي باش يصير لك خاطر الفوت باي باي يا غالي باي باي ودع باي باي علما ان المباراه هذا كان صار فيها مشكل تاع رهان الرياضي وبرشا عباد ربحوا وتكانوا بنتيجه لا ينحاوها خاطر تكانوا بنتيجه 3-1 قبل الماتش وليت الماتش الناس كل حاطه 3-1 مشات لعبت به نجله فلوب لعب 3-1 نجله طرح هذا ولا مش جوك انا توا اللي اليوم جو ما توا انا كي سمعت طب شو اللي تلعب مادام من الاول نعرف فلوب على اللي صار وفلوب اكثر بصراحه على اللي خرج وحكى وقال معناها الملاعب ما كانوش قال اي هو فلوب على اللي صار في حد ذاته اما توا بالحق وليت اي حاجه تطلع تتقال معناها كل حاجه تطلع تتقال مش يعرفوا زيد مش يعرفوا عرفت شو عملت انت مش يشكيو بهم مش يشكيو بهم جمعيته وتاخذ حقها جمعيته وتاخذ حقها لا يجزيك بربي ولا اي واحد يحب حاجه يطلع باش يقولها يجاول نجله ما يطلبوا نجله ليه ليه حبيت نقول اللي ولا كل شيء اللي يحب يعمل فازة يطلع باش يحكيها مانيش انا معناها اللي عامله هو صحيح معناها الاربيتر ومرتشي هذاك نحكيو فيه اوكي اما باش تطلع انت وتحكي نجم تشكي الجمعيه ما تطلعش للاعلام وتحكي هذا رايك انا نشوفه انه شفتوا البارتي شفت ما فما حتى تخاذل من اي لاعب تاع شبيبه القيروان كذا بونتو تاع بن قردان تمركاو بصفة عادية خاصة بونتو ثالث اللي هو قبل بدقيقتين ضربت في الديفونسور ودخلت هذه الاربيتر عنده فيها يد ما عندوش فيها يد انا نشوف نتيجة عادلة
والتكافؤ بثلاثة واحد ينجم يكون. إيه لا الاربيتر قال له قال اخي ما في بالكش ماتش بشوفها ثلاثة بواحد. لا 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 انا نكذب السيد الوليد. اه معناتها اللي قالوا تكرموا ما تفرجش في سيفاتنا احنا ما تفرجناش في الماتش. نجم يكون اللي قالوا اللاعب اي نجم يكون اللي قالوا. ما فيهم حتى تخاذل من اي من اي جماعة خاصة من وحاجة أخرى شبيبة القيروان تو ما ربحت حتى بارتي. يا خيبة المسعى لو كان يوتوفا السيزون وشبيبه ما هي ما هي ربحة حتى ما عمرها ما صارت في تاريخ كرة القدم التونسية عمرها ما صارت في تاريخ شبيبه القيرواني وهم ذاك مناش خايفين توا توا هي سقطوا ديفيزيون 2 اما على الاقل يربحوا ماتش زوج واضح لتو سيزون قريب تو فولتو ما ربحوش بعد اللي قالوا فتحي الحقيقه وانا وكاني حسيت معني حسيت لي فما حاجه ربما تكون مش صحيحه تهمة ما هيش صحيحة أما ما عادش ما نستغربوا من شيء كل شيء يتشري ويتباع في الوقت هذية اللي ما تشريش بشوية تشري بالبرشة وذكاها باه بيك كان السيدة ليه وصل لخلال الجرأة هذه وخرج يتكلم فما حاجة البارح سمعتها ما عادش أنتم تفهموا أكثر مني في الكورة يا اخي الاربيتر هذيك اللي عندك الحمصه اللي في وضنه مش تسجل هذيك نورمال منتج تكون لي لا هذيك تسجل اي تسجل لي عليك كانوا وصل حتى قال معناتها الوريات اللي عندي غير يسجلوا بها ولا اش قال الملاعبي قال مسجل سجل شنو الوريات سجل هذيك اي سجل نجم تكون تنجم لي مي قالوا ما نعرفش كان تسجل اخويا خلينا نتبعوا نشوف سجل يضر يسجل سجل ما نسقوش الاحداث هذيك الحكم يكلم به الجوج ويكلم به الكوميسير دو ماتش اي معناتها موان دو كوميونيكاسيون مش تسجيل راهو يسمع مش تسجيل نجم تكون مستسجل به الوقت اللي احنا نحضروا في روحنا باش نحلوا نستقبلوا موسم سياحي من اصدقائنا وشقائنا في العالم الكل شوفوا بعض البلدان مثلا فرنسا كيفاش تتعامل مع التوانسة اللي ماشيين من هنا اللي كان طلبت عليهم تيست بي سي كيما احنا ديجا طالبين لكن ها نشوفوا قدامنا الاخبار يقول فرنسا ترفض اعتماد تحاليل البي سي ار المجرات في تونس شنو ترى معناتها تمشي تسافر انت تهزلهم تحليل بي سي ار من تونس تكون عملته في لابوراتوار هنا يقول لك لا ما تعرفوش بيه هذا يلزمك تعاود تعمل واحد اخر على عين المكان غادي في فرنسا وتلتزم بالحجر الصحي للبي سي ار التوانسة غير معترف بهم نبدا من ميغ مرة هذه هاي هذه اليوم خرجت الحكايه هذه احنا اي اليوم فرنسا يرحم والديك باه فلوب بتباع ما شنو هم زي ما خبيوش عين الشمس بغربال فما دي لابوراتوار وفاقوا بهم معناها وتبعوا شنو يعملوا في تحاليل فما شكون انا احكي لي حكايه مثلا قبل مش مزور بالوقت مشى هز شكون عمل تحاليل ومدري شنو وبعثوا لهم بعد وبطلوا العرس نتاعهم ومدري شنو قالوا لهم راكم بوزيتيف بطلوا العرس نتاعهم عملوا قطعوا الشك عملوا تحليل اخر طلع نيجاتيف فما متفاهمين فيهم فما اللابوراتوار يدبروا فيروس وقت لازم حل ثالث لازم لازم تحليل ثالث في فرنسا فما في البلدان الكل موجوده كيما سيرتيفيكا ما واحد تاخذ تشري سيرتيفيكات تشري تحليل اموش اسو بوا تسكر عليا زاد سكر سكر فرنسا وانا كان نشوفين بدلوا شويه مره منا مره من غادي هاي نبيل توب توب امين بالنسبه لنا ما يبدل حد شيء خاطر بطبيعتها ما فماش فيزا معناها الشباب كلهم كانتر دونك ما فماش علاش مش مسافرين دونك ينحيوا البي سي ار ما ينحيوش الناس الكل قاعدين مع بعضنا لهنا دونك نجم فلوب على خاطر كما قال ميغال فما برشا قبلوا انا فما جيراننا مشاو باش يحلوا قالوا لهم اللي هما بوزيتيف ومن بعد عرفوا اللي هما جابوا الفامي الكل مش اكثر فلوس بالحق خاطر اختي زاد تخدم انا في لابوراتوار جابوا الفامي الكل وقالوا لهم اللي هما بوزيتيف باكثر فلوس ومن بعد كي مشات اللابو اخرى اللي فيها هذه اختي طلعوا اللي هما نيجاتيف ما عندهمش معناها استغلوهم في الفلوس عندهم الحق فرنسا واحنا بالحق ماناش ملتزمين لا نعملوا البافيت وقرب لبعضنا والكل عندهم الحق باه زيد والله انا مانيش مع نجله ما عندهمش الحق خاطر حتى في فرنسا غادي عندنا توانسه تعيش الكل تنجم تهب التيست في فرنسا بدي زورو تمشي بيه المطار العادي انا بالنسبه لي المعامله بالمثل ريت الوزاره الخارجيه الليبيه قالت لك يا اخوي المواطن اللي ما يعطيش فيزا المواطن الليبي كيف كيف انا نطلب عليه فيزا نحن كيف كيف زاد هما كي يجيونا بدنا يعملوا التيست نتاعهم في المطار نحب نقول معناتها كان يسمعوا فينا الفرنسيس كان يعرفوا الطب اللي عندنا في فرنسا اللي يداويو فيهم نورمالمون ما يجيش هكا تصريح كيما هكا يطلعوا في بايا وسي فتحي السؤال باش يكون مغايرة توب فلوب هذا اليوم معادلة صعيبة بين انه كورونا نسكروا البلاد وضعية صعيبة واختيرة وموجة ثالثة ما يخفاش عليكم احنا بدينا فيها ديجا وبين انه وضعية اقتصادية صعيبة برشا والشهر الفضيل نعرف برشا دي كوميرس يتحركوا والعباد ديجا مسكرين عليهم لمدة اشهر دونك كيفاش نجموا نلقاو المعادلة هذول الامور صعيبة على الدولة باش تلقى معادلة ما بيناتهم الزوز سي فتحي الدولة ما لقاتش معادلة حكم انه دولتنا الغل احنا بلد فقير ما نجموش نعوضوا للشعب التونسي اذا كان ما نجموش نعوضوا يعني ما نجموش نستحفظوا عليه الدوله قالت لهم ردوا بالكم على ارواحكم قبل ما يجيها الفاكسان كان عندنا فاكسان وحيد اللي هي البافيت ومهما باش تعمل الدوله المرض باش يزيد يتفشل لانه العباد ما تنجمش تشد ديارها ينسكروا ولا نقعدوا هكا ولا مع تسكير ولا انا
مع الحجر الصحي مع ولا مع الفجر؟ أنا ماذا بي مع الحجر الصحي؟ إيه والعبيد كيفاش باش تعيش؟ ما هو هذا هو السؤال المطروح، الناس كيفاش باش تعيش؟ فما ناس ماهيش الغالب تعيش لجور وجور. فهمتني؟ إذا كان الدولة ما تعوض لهمش ما نجمش. ما يقول لك خويا ربي معايا وكهو يا وكهو. البحر أمامكم والعدو وراءكم، احنا توا في أمباستو. الحقيقة أنا باش نقول مع الحجر الصحي، نعرف اللي فما ناس باش تموت بشر، ضد الحجر الصحي برشا ناس باش تموت في الشارع، على خاطر سبيطاراتنا وكلينيكاتنا ما عادش فيهم حتى بلاصة. معناتها صيحة فزاعة تلقوها المصحات والمستشفيات، دونك مشكلة كبيرة. احنا شعب مانيش واعي الحقيقة، حتى نشوفوا حتى المثقفين منا والناس الواعيين تسيبنا الكلنا، هنا انت الكلنا تسيبنا الحقيقة. معناها قبيلة سلمنا على بعضنا، ما سلمناش على بعض، سلمنا على بعض. صفة استثناء أي خطر نجلة جيت لا احنا زيت سلم ست مرات على نجلة واحد ساعة. الله أنا عندي أشهر ما بوستش أنجيتي نجلة ما نجمش شعب لا تستطيع. قولي أنت قبيلة فرنسا سكرت سكر بالطبيعة فرنسا معادلة موجودة ولا الدولة موجودة خايفة على شعبها تخاف على شعبها تخاف منا خاطر اتي احنا ما عندناش ثقة في دولتنا. كيفاش تحب فرنسا عندها ثقة في التوانسة اللي باش تدخل للتيريتوار نتاعها؟ دونك عادي يسر اللي عملت فرنسا. اي زياد خنكملوا من بعد. علاش انا ما بقيتش عادل؟ انا خويا مانيش مع التسكير، خاطر كيما قال سي فتحي خويا سكر لي انا تو واحد من الناس بالحق امين عندي كافيتيري وراه شارع باردو الكل العباد تعاني خويا من الكورونا. تبارك الله تخدم في التلفزة. لا نحكي لك انا نخدم في التلفزة خويا ما نخسر شيء واللي بجنبي صاحبي انا نوريك جاري خويا اللي يخدم في القهوة وداخل باش يدخل الحبس جاري بجنبي او في باردو اللي نحن شارع حي الكل يا خويا. هذا سؤال صعيب. لا مش سؤال صعيب، نحن واش نقول لك امين اسمعني انا من الاخر ولاد المحلات نحن نقول لك يا خويا اخرج للتلفزه قول الوضع كارثي، اللي يحب يتفضل يخرج يتحمل مسؤوليته راهو سبيطارات يرحموه يتحمل مسؤوليته، يحب يقعد في الدار يقعد في الدار. وانا ناكد لك العباد باش تخرج تخدم ما عندهاش فلوس اليوم في القهاوي يا امين العباد راهي على القهاوي. القهاوي عندك قهوه؟ لا خليك المجال الفني اللي كنت انت برك اي لا كنت باش تتكلم بالحق نحكي القهاوي اللي يبيع المحلات التجاريه بصفه عامه يا ناس شيء اخر تو تميع فيها القضيه. اسمع المحلات التجاريه بصفه عامه مش اي مش المحلات التجاريه بصفه عامه لازمها تخدم ما كانش راعي العباد الكل ماشي وشوشه بوشوشه. هذو من الاراء نتاعنا الزوز وبعد شويه باش ياخذوا الاجابه على السؤال زعما بالفلوس ولا بالرشوه ولا بالمعارف نجم تمشي تلقح تلقيح كورونا اليوم في تونس والا لا لا تبقي بنفسك في البحر يا وسيم. استنى الفيتير يجي مع صديقنا طيطه ناخذ الاجابه. كانت هذه توب وفلوب بالنسبه للاسبوع هذا. احنا المغرومين طرحنا واحد فينا اللي دمه سخون وفينا اللي دمه جلاس، فما اللي يعيش اللحظة فينا اللي يقدم وما يخلي شيء للصدفة وفما اللي يصنعها وفينا اللي ما يبدلهاش وفما اللي يحسبها وما يخرج كان رابح. فيبري شجع عيش غرامك، هذا طرحنا وأوبوننتو تلمنا. كان انت زادة تحب تعيش غرامك مع اللي كان تزورنا في أقرب بوتيك أوبوننتو. تيليشارجي الابليكاسيون وخليك معانا. موعد الربح وغرامك يربحك مع أوبوننتو. الجمعة اللي فاتت كنت تذكروا مليح بعثنا مسابقة مع السادة المشاهدين أكيد. قلنا لهم براو شاركوا على الباج فيسبوك الباج انستغرام نتاع أوبوننتو مشكورين اللي بالألاف كانوا موجودين والفائز هو وحيد كما قلنا لكم ربح 500 دينار تيراج او سور بمشاركة أستاذ عادل المنفذ. دونك شارك والفائز ب 500 دينار هو ولا هي والله ما نعرف اما نور ينجم يكون مؤنث ينجم يكون مذكر. اعطيني بلقب تقولك نور الفريدي يبقى طفله نور الفريدي هي اللي ربحت 500 دينار مش كاين الاولاد قايدين الاولاد بركه يربحوا ليه غلط الاولاد والبنات ينجموا يشاركوا مع اوبوننت نور الفريدي. تذكروا شي الجمعه اللي فاتت قلت لكم وسي فتحي انت اول مره تحضر معنا قلت لهم الجمعه اللي فاتت انه فما شكون لعب دينار ربح 66 ربح اكثر من 60 مليون ما شاء الله. كان ما كنتش مصدقين شوفوا السيد باش يمشي سلايم يحكي معه تسويت وراجعي. يا سي سفيان خويا شنو هي العملة اللي عملتها هذيا بدينار خويا جبت 66 مليون و600 دينار لعبت دينار جبت 66 مليون هذا حب ولعبت هنا في باب حرفي صوص في باب صوص بلاصة ديما في الحومة ديما جهة قداش من ماتش لعبت؟ لعبت 14 ماتش
شنو فما سحر عملته؟ لا والله لا والله فما شويه فيها ملوجي فما شويه فيها حظ. وفما الزهر؟ فما بتبيع ذاك الحظ صار هو لون. معناها هذول حياتك باش تتبدل مع وكون انت. ان شاء الله ان شاء الله. اي شو باش تعمل بيعه؟ باش تكمل الباب في البنيه فهمت نكمل الدويره فهمت. يا سيدي كل شيء بالبركه. عايشه عايشه. اليوم ما جيتكش هكاك جيتك بالذمه. وجيت باش نسلمك الشيك اللي هو فيه 66 مليون و600. عايشك بارك الله فيك. كل شيء بالبركه يظن لي ما هو بوننتو غرامك يربحك. انت زاد اليوم تنجم تعمل كيما سي سفيان وغرامك يربحك وتربح اكثر من 66 مليون و600 ما تعرفش على الدنيا تنجم تربح 100 200 مع بوننتو غرامك يربحك. أغرامك يا ربحك فائز بالعب بدينار ربح 66 مليون كاملة أنا متأكد الطريق يكون لكم أنتوما خاصة كان تتابعوا الباج فيسبوك وإنستغرام تاع أوبوننتو اللي تلقاو فيها كل النصائح اللي تهمكم وتسهل لكم طريقة الربح حتى الربح مع أوبوننتو أسهل برشا وإن شاء الله يا ربي تكونوا كلكم رابحين. على ذكر الربح فإنه الفائز الأسبوع هذايا بمبلغ 800 دينار اختار أنه يربح في الكارتة تاع أوبوننتو نتاعو. ريتني بديت نحكي كادويت للسادة المشاهدين كادويت على بعضه فإنه الفائز هو حسام الدين بن مطير من بوتيك العمران ربح 800 دينار في الكارت تاع اوبوننت نتاعو ان شاء الله الف مبروك ليه 800 دينار هذوما ان شاء الله بعد رمضان عاد نتقابلوا مع اوبوننت وترجعنا الجوديتو ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله رمضانكم مبروك تتمنى لكم اوبوننت وان شاء الله يا ربي بالخير والبركه بعد شهر رمضان ان شاء الله نرجعوا من جديد. دونك نحب تحيه كبيره برشا الحمزه من اوبوننت واللي يخدموا في اوبوننت كله تصفيقه كبيره برشا توصلهم من عند الليكيب نتاعنا. ميغانو عندك سيربريز انت معاه؟ أنا عندي سوربريز بحاول سوربريز بحضر أنا وحمزة بحاول بعد رمضان باش تكون حاجة جميلة جدا. باه مش لازم نقولوا عليها. مش لازم ما عندناش كون جمهور ربح مع أوبوننت الجمعة اللي فاتت. بلا يا الأخ فرير. أصلا فرير ربح مع أوبوننت. فرير هذاك علاش داز صدره ترى ربح زملائي يصفق هكا تقول صفق ويعمل هكا صفق صفق. صفق زملائي يا سيدي إن شاء الله ألف مبروك ليك وغرامك يربحك مع أوبوننت. كان أنت زادة تحب تعيش غرامك مع اللي كان تزورنا في أقرب بوتيك أوبوننت. سادة المشاهدين كريهبه على ذمتكم تنجموا تربحوها معنا في الشهر الفضيل افال اش 6 وما ادراك يا جماعه بحرف ا بالاس ام اس على 85 810. قد السومه يا وسيم 99 مليون و900 معناتها تقريبا 100 مليون السعر اللي كنت سيدة المستمع يكفي انك تبعث ا مره واكثر من مره مش في شهر رمضان تعيد ان شاء الله باذن الله في كرهبتك الجديده ب ا بالاس ام اس على 85 810. نعملوا دوره في الهفال وراجعين بعد الشهر على خاطر ما يغلى عليكم حتى شيء وديناكم بالعزيز والغالي وديناكم بالكريبه لي سوفي مرة هذه نتعداو للبوالور نتاع الكياس برسم نتعداو الكهرباء من احسن ما فما في الكياسات التوانسة. نحكي على الهافال هاش 6 الكهرباء اللي قيمتها 99 مليون و900 هي الكهرباء اللي تنجموا تربحوها انتم كي تبعثوا حرف ا بلا سماس على 85 810. بواد فيتيس اوتوماتيك لابيس ليرباك الفريناج كل شيء موجود فيها اللي يخليك تتمتع بسياقه ممتازه جدا في كهرباء عصريه جدا كانك على السيكوريتي فيها موجوده ليزيرباك لاسيستانس دو فريناج لونتي باتيناج او اس بي الكهرباء اللي فيها 9 زوايل تحت الكابوت نتاعها لكن ما تكونسوميش بما انها ايكونوميك الكونسوماسيون نتاعها اوربان اللي هي في وسط البلاد 6.7 لتر في 100 كيلومتر هي تسمى كونسوماسيون ممتازه وممتازه جدا. الداخل في الكهرباء نجموا تلقاو اللي يخليكم مرتاحين اكودوار افون اغيير لي بور يو اس بي موجودين في البلايص الكل يخليك نجم تشارجي تليفونك من اي بلاصه كار بلاي اندرويد اوتو يخليك تتمتع بكل خاصيات كهرباء عصريه لافال هاش 6 هي كهربتك انت كان تبعت ا بالاس ام اس على 85 810 قد سومها 99 مليون و900 ما تبخلش على روحك لي غران اس يو في اللي كنتي جوست مجرد اس ام اس وان شاء الله مربوحه للجميع.